السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، يا رب كلهم بخير. أنا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. صباح الخير، النهاردة 11 أكتوبر 11/10 من على البحر في منطقة الشاطبي، المكان المعتاد اللي احنا بنصوره فيه على طول لما نحب نصوره على البحر. ليه؟ علشان هو المكان المفتوح حاليا على البحر من الشاطبي لمنطقة كليوباترا. احنا ان شاء الله في انتظار امطار الخير. النهاردة الجو ان شاء الله بتهيألي والله اعلم في شتاء باذن الله، او احنا في انتظار نزول امطار الخير. الشتاء على الابواب، احنا حتى حاليا في رذاذ نازل دلوقتي. حبيت اصبح عليكم واوريكم منظر البحر. بقالي كتير ما صورتش من هنا. اتمنى لو لسه ما اشتركتش في القناه عندي اشترك فيها، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزلوه على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. احنا موجودين في منطقه الشاطبي. ليه سموها الشاطبي؟ لان في الشيخ سيدي محمد الشاطبي مدفون امامنا اسفل عماره الاوقاف، مقام سيدي محمد الشاطبي ومسجده، مدفنه موجود هنا في المنطقة، فتسمت المنطقة على اسمه، هو أندلسي الأصل مغربي يعني. أيضا على يمين الصورة معلم من معالم اسكندرية، مستشفى الشاطبي ومكتبة اسكندرية وجامعة اسكندرية المجمع النظري، وأمامنا مبنى إدارة جامعة اسكندرية. أمامنا أيضا شارع قناة السويس، شارع مهم جدا، شارع محوري، يعتبر هو مدخل اسكندريه ومخرج اسكندريه للطريق الصحراوي والزراعي والدولي والدائري. ايضا امامنا منطقه كامب شزار، سبورتنج، كليوباترا، سيدي جابر الى ان تصل لابو قير. خلفنا الازاريطه، محطه الرمل المنشيه، بحري، الانفوشي، العجمي. طبعا لو هتسالوني ايه المعدات اللي واقفه على شارع البحر دي، طبعا ده المشروع، مشروع فصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي. مشروع جميل، يا رب ان شاء الله يتم على خير، والسنه دي ان شاء الله في وقت النوات او وقت الشتاء الجامد باذن الله. طبعا الشتاء والمطر كله خير، المشروع باذن الله يقضي على تكدس المياه على شارع البحر. مستشفى الشاطبي، مكتبة اسكندرية. خلف مكتبة اسكندرية في المجمع النظري لجامعة اسكندرية، آداب، تجارة، حقوق، سياحة وفنادق، تربية. طبعا أيضا أمامنا قاعة المؤتمرات الرئيسية في اسكندرية، القبة السماوية، منطقة الأزاريطة، جنينة السلسلة. مش عارف في الصورة ظاهر ولا لا، اشوف من ناحية بحري كده الدنيا مظلمة، سحاب كتير. بص الدنيا مظلمة من اعلى الازاريطة المنشية بحري. بص هنا ناحية الشرق يعني في شمس، سحاب بسيط، ولكن ناحية الغرب الدنيا مظلمة، في سحاب كثيف. كل سنة طيبين، احنا في انتظار امطار الخير، في انتظار غسيل البلح، في انتظار نزول الشتاء غسيل البلح، حتى عشان ناكله بلح حلو ومستوي.
حابب اصبح عليكم من منطقه الشاطبي والازاريطة. كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تدعمونا بلايك لاسفل الفيديو، ولسه ما اشتركتوش عندي بعد اذنكم اشتركوا في القناه.